الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، من المبتدعة والمشركين ومن نهج نهجهم إلى يوم الدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله. وقد ذكر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته القواعد الأربع التي مدارها تتكلم عن ما هو التوحيد وما هو الشرك. هذه الرسالة تدور في هذا المعنى، ما هو التوحيد وما هو الشرك. قال: فإذا عرفت أن الله عز وجل خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. قال: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. وهذا الكلام فيه رد على الصوفية، لأن الآن الصوفية يقول لك أبونا الشيخ أكل الكسرة، والبرعي ده بحفظ القرآن، والبرعي ده مدح الرسول، وهو ما مدح الرسول إنما مدح شيوخه بتاعين الضلالة. البرعي بيمدح كبار زنادقة الصوفية أمثال الحلاج وابن العربي الذي قال: كفرت بدين الله والكفر عند المسلمين حرام. ده البرع يمدح الزول ده. نحن نقول انه هذا الشيخ لما ألف هذا الكلام في المقدمة أراد أن يبين معنى انه الإنسان، ربنا تبارك وتعالى خلق الإنسان لكي يعبده جل وعلا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون. الشيخ محمد الوهاب لما يتكلم عن في كتاب التوحيد الباب الأول، لما ذكر المسائل، ذكر من المسائل إنه لماذا قال ابن عباس فسر إلا ليعبدون بإلا ليوحدون. فسره إلا ليوحدون، قال لأن الخصومة فيه، لأن الخصومة في شنو؟ في التوحيد. لأن الأنبياء الله سبحانه وتعالى لما يرسل إنسان بغامة نبي أو رسول بنزله عشان يحل مشكلة التوحيد. وده لما تقرأ القرآن كله تجد القرآن بيتكلم عن المسائل دي، إنه الأنبياء لما يرسلوا في أقوامهم ما بيتكلم عن المسائل السياسية كما يفعل الأخوان المسلمين، لأن الأخوان المسلمين دعوتهم دعوة باطلة، دعوة ماسونية يهودية ليس لها علاقة بالإسلام. أما دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فهي مبنية على التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. أي أمة؟ ربنا يرسل لها رسول. الرسول ده برنامج شنو؟ قال أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله وشنو؟ واجتنبوا الطاغوت. تعبد الله على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، على منهاج النبوة، تجتنب الطاغوت. كل إنسان يضلك عن العبادة الحق تجتنبه، من الصوفية ومن الشيعة إلى آخر. لكن الليلة في ناس انحرفوا في الباب ده، ما بيتكلموا في التواغيت. دار صارصونا، تعرفون صارصونا دال ما إلا جمعية إخوانية، دار أخوان مسلمين ما عندهم علاقة بمن قال السنة إطلاقا. وأنا أتحدى أي زول في الكلام ده، جميع قادة أنصار السنة أخوان مسلمين كلهم ما بيتكلم في التوحيد، بل بعضهم عندهم انحراف في التوحيد. أما الأنبياء فكانوا يتكلمون في الطواغيت. ربنا تبارك وتعالى بيتكلم عن الطواغيت وبيقول للناس ما تدعوهم.
ربنا تبارك وتعالى قال للمشركين أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، كلام واضح في العقيدة الإسلامية. فنرجع ونقول إن الله سبحانه وتعالى حذر من هذه الأمور كلها وبين ذلك الله عز وجل، ربنا قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالإمام الشيخ محمد عبد الوهاب قال فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. يعني إذا أكلت الكسرة وحفظت القرآن دي كلها عبادات، اتغربها لسأل الله وعملت فيها بتذكر الله، إذا كنت مشرك بالله زي البرعي وأمثال البرعي وأحمد التجاني، كنت بتشرك بالله زي البرعي وأحمد التجاني والبرهاني والخاتم، كنت من المشركين دال، انت ما عندك اي حاجة مع الله. ربنا قال فخدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما عندك اي حاجة من القيامة، ما عندك حاجة يوزنوها، لانه انت عملك الصالح خلطت معه الشرك بالله عز وجل. خلطت معه شنو؟ عشان كده العمل اذا خلطت معه الشرك بقى ما عندك اي حاجة. والشرك ده من اخطر الجرائم، اخطر جريمة في الكون هي الشرك بالله عز وجل. والشرك هو مساواة غير الله بالله في شيء من خصائص الله، ده تعريف الشرك. ربنا قال تالله ان كنا في ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين، ده تعريف الشرك، ده الدليل بتاعه. حاجة خاصة بالله تشيرة تديها منه، تديها زول تاني. علم الغيب، البعلم الغيب الله براه، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. البعلم الغيب الله براه، حاجة خاصة بالله شيلت من الله، عديت للبرعي واعتقدت زي كلام البرعي ده أنت مشرك بالله سبحانه وتعالى، كافر ما عندك أي حاجة. أنت الحاصل أي بني آدم بيعتقد عغير زيري ده كافر في الشريعة الإسلامية. تقول زي ما بقول البرعي قماك، زي ما قال شنو قماك نزاور للأولياء الأغطاب لهم نشاور، منهم خفي الحال منهم مجاير منهم عليم بالغيب باطن وشنو وظاهر. عرفت الحاصل؟ البرعي قال الأولياء بيعلموا الغيب، البرعي ده كذاب. عرفت الحاصل؟ كذاب البرعي ده، لأن ربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب شنو إلا الله. قبل يومين بس جاءنا واحد صوفي هناك في المحل الشغالين فيه بنتكلم معه، قلت له أزول الله قال أنا بعلم الغيب براي، والبرعي قال هو بيعلم الغيب، تأخذ كلام الله ولا كلام البرعي؟ قال لي باخذ كلام البرعي. قلت له والله الذي لا إله غيره تموت بدينك ده تخد جهنم ما تمرق منها تاني، كويس معك؟ تاني ما بتمرق منها نهاية، بعقيد تقدر تموت لله تاني ما بتمرق منها نهاية، كتار في بلدي بلاقونا زي ده. واحد تاني نفس الحكاية، قلت له أزول ما في حاجة زي ما صوفية. قال فيه، قلت له تمرين قليلة من أم ضبان من أم شير كمبان. قلت له بس ياهو بتناقش معه، قلت له أزول بتنادي الله ولا الشيخ؟ قال لي بنادي الله والشيخ. قلت له ما الله براه ما بيكفيك؟ شفت على الناس ديل ما بتكلم معهم كثير، بديهم كلام محكم، تعرف كيف؟ بدي كلام يا ابيض يا اسود. قلت له الله براه ما بيكفيك؟ ده مش سؤال واضح؟ قال لي لا ما الله والشيخ واحد، والله زي ده كده. قال لي ما الله والشيخ يعني زود عنده الله والشيخ شنو؟ واحد. قلت له انت مشرك، انت ما عندك علاقه بالدين اصلا، لانه جبت له الايات ولا احاديث كلام واضح ابى يقتنع. بعد كم يوم لقاني جاي ماشي كده، قال لي اتفضل يا مولانا. قلت له خليت شيوخك ولا لسه ماسك فيهم؟ قال لي لا لسه ماسك فيهم. قلت له ما كان ما تبت من الشرك ده ما باكل معك اصلا. عرفت الحاصل؟ ده الدين كده الاسلام. عشان كده اي عمل اذا اختلط بالشرك بالله عز وجل ده يحبط حابط، وما عندك اي حاجه من الغيامه. لا تقول لي انا بمدح النبي، تقول لي انا باكل
ما بعرف آلاف الآن كتار من المسلمين ماسكين في الصوفية يقول لك ما تتكلم في البرع. لا يقول لك البرع ده عمل عيد جماعي. البرع عمل عيد جماعي لكن أشرك بالله. البرع أشرك بالله. بيعمل عيد جماعي وأشرك بالله. حفظ القرآن وأشرك بالله. عمل لك شنو يعني؟ زول قال بناديهم بناديهم في كل قضية بناديهم حيين ميتين بناديهم. عمل لك شنو يعني؟ أنا قلت لا أشرك. واحد قال لي انت قلت زاد مشرك. قلت له ما قلت انا ما بقيت مشرك براو مش اشرك بالله. انا قلت له مشرك براو براو بقى مشرك. انا ما لو قلت له رقبته قلت له قول بناديهم بناديهم. الزول ده نصحناه بيرجع ناقشوه بيرجع مسوي له شنو يعني؟ كلام واضح. ربنا قال دعاء غير لا شرك. ربنا قال ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ده شرك بالله. كلام واضح زي الشمس. عشان كده يزول بيعتقد حاجة خاصة بالله يشيل يديها لعبد من عبيد الله فقد أشرك مع الله عز وجل. وتاني مهما يعمل من الأعمال الصالحة فهي مردودة وغير مقبولة عند الله عز وجل. ربنا قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أي على السنة ولا يشرك بعبادة ربي شنو أحدا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. فربنا تبارك وتعالى حذر من الشرك وقال للنبي عليه الصلاة والسلام من فوق سبع سماوات. إذا كان الله سبحانه وتعالى حذر النبي عليه الصلاة والسلام من فوق سبع سماوات قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت أي يا محمد ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الشيخ الإمام المحقق محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى قال إنه هذا الخطاب موجه للأمة في شخص النبي عليه الصلاة والسلام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشرك بالله عز وجل. فإذا كان الله سبحانه وتعالى حذر أفضل إنسان أفضل إنسان في الكون ربنا حذره من أن يشرك بالله فلا بد أن تحذر أنت الشرك بالله عز وجل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. عشان ما يجيك واحد صوفي يقول لك ما تكلمنا في الشرك ان احنا ما مشركين. ربنا من فوق سبع سماوات حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ان يشرك بالله عز وجل بل تكلم عن الانبياء عن الانبياء خاتمة. ربنا قال ولو اشركوا ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. عشان كده الامام محمد عبد الوهاب الرسائل بتاعته دي رسائل قوية. واي زول دار يفهم التوحيد ويتعلم العقيده في حاجه اسمها التاصيل العلمي. يعني شنو يعني؟ يعني في تدرج. التوحيد علم كبير داير تخوش بالباب. العلماء كلهم سمعناهم في الاشرطه يقول لك القواعد الاربع الاصول الثلاثه الاصول السته كتاب التوحيد العقيده الواسطيه بعد انت ماشي كده ده الدين. ده منهج التعليم. دايرين تحاربوا الصوفية تتعلموا التوحيد اول حاجة. ربنا قال فاعلم انه لا اله الا الله وشنو؟ واستغفر لذنبك. اصل الان الحلقة تلقى فيها كمية من الشباب جزاهم الله خير واقفين معاه. لكن لما تمشي الدرس هناك الدرس الشيخ مزام عنده درس كتابة التوحيد تلقى فيها اربع نفر. دي مشكلة كبيرة. دي من علامات الخطر بالمناسبة. إذا كان طلاب العلم ودعاة التوحيد زاهدين في طلب العلم دي مشكلة كبيرة. عشان كده أنا بنصح جميع الإخوان يحضروا دروس التوحيد ويتعلموا سواء عن طريق الأشرطة أو الدروس. ودي مشكلة كبيرة. لأنه دار تحارب دعاة الشرك لابد تتعلم شنو؟ أول حاجة. تمام ممكن تحارب لك ناس مشركين من غير علم. عرفت كيف؟ ربنا قال فاعلم انه لا اله الا الله شنو؟ واستغفر لذنبك. انت كيف؟
فأنا أكتفي بهذا القدر وأفتح الفرصة إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا محي الدين جزاه الله خير، اتفضل إن شاء الله مجزيه مشكورة.